بارك الله فيك، صباح الخير. قدرتي لاباس عليك؟ الحمد لله. كدرت انتوما باش مبروكه علينا وعليك بنتي بالصحه والسعاده على جميع امه سيدنا محمد. اللهم امين. قل لي اميمه شنو تقترحي علينا؟ عندي فقاس ديال الكلازه مناسبه هذا العيد وعندي واحد الكيكه يلا تفضل وحلوه بالكونفيتير. حنا غنحاولوا نجربوا باش ناخذوهم بثلاثه الى تمكننا وما كانوش طوال بزاف. تفضلي ان شاء الله. نعطيك الفقاس. تفضلي الفقاس. المقادير عندي 400 غرام ديال السكر كلاصي. 400 غرام ديال السكر كلاصي. 400 غرام ديال الزبده. 400 غرام ديال الزبده. و 300 غرام ديال اللوز مهرمش بقشورو. اللوز خضر مهرمش ياك؟ خضر كنمسحو شويه من الغبره وكنهرمشو في المهراز. وجوج ساشي ديال الفاني. نعم. وجوج خمارات حمرين. تفضلي. وربعة البيضات. أربعة ديال البيضات. والطحين على حسب الخليط. والدقيق. صافي هادشي اللي كاين. عندنا 400 غرام ديال السكر كلاصي يعني نص كيلو قل 100 غرام. 400 غرام ديال الزبدة. 300 غرام ديال اللوز مهرمش. اللوز 300 غرام هي رابعه واحد شويه واحد شويه 50 غرام. جوج خنيشات نتاع لافاني. جوج خنيشات نتاع الخميره ديال الحلوه. ربعه ديال البيضات. والطحين اللي غتحتاجوا هاد الفقاس هذا يوم رفقات. الطريقه كنخلطوا الكل. كنخلطوا الزبده مذوبه كندوبوها وكنخلطوا السكر كلاصي مع الزبده والمقادير كامله. نعم. والبيض في الاول وعاد تنبداو نزيدو. نعم. كاين وكان نحربلوها وكندخلوها للفريغو. نعم. ضروري خصها تكون في الفريغو لمده ديال نصف ساعه. نعم. حتى كتقبض راسها شويه نص ساعه وكنخرجوها وكنقطعوها وكندخلوها للفران كطيب من الفوق. في العود اللي كنعرقوها الفقاس عاده كيتعرق في هذا كندخل كندخلوه للفريغو هو الكونجيلاتور باش يسهل التقطاع ديالو كيتقطع باش يسهل باش الزبده كتشد راسها تشد راسها. نعم. وكنقطعوه وكندخلوه للفران. الله يعطيك الصحه. ناخذ الوصفه الثانيه. عندي كيكه. تفضلي. هي كيكونوا فيها ثلاثة ديال الطبقات. سنة ديك الطبقة الأولى عندي فيها خمسة المعالق كبار ديال العصير ديال التشين الليمون. خمسة المعالق كبار ديال عصير البرتقال. وخمسة المعالق ديال الزيت حتى هما كبار. وخمسة المعالق ديال سنيدة. خمسة المعالق ديال سنيدة. واحد الفانيا. فانيا فانيا. واحد خمارة حمراء. وجوج ديال البيضات. جوج ديال البيضات. هاد المقادير هادي كامله كنجمعوها في شي وعاء اننا كنخلطو وكنشدو تكون الطاوه ديال الحرشه كتجي نص كيلو. نعم. ولكن ما درنا حتى ما درنا لا طحين لا حتى حاجه في هاد الكيكه. لا درنا لا طحين على حسب حتى كتجمع شويه وصافي. دقيق. نعم. كتجمع شويه. وكنشدو فين كنخلطو كن كتقي شويه زريبه ما قاطعه ما بحال الكيكه. نعم. وكنديروها في كنشدو الطاوه اللي كتهز نص كيلو ديال الحرشه وكندهنوها بشويه ديال كتعرف المقله الثقيله ديال الحرشه. نعم. هادي كنشدوها وكنخلو كندخلو للفران. وسميتو الطبقه الثانيه كنشدو نص لتر الحليب. نص لتر الحليب. بيضة. بيضة. ثلاثة المعالق الفورس. نعم. وثلاثة المعالق سنيدة. ثلاثة المعالق كبار ديال سنيدة. كنشدو ثلاثة المعالق ديال الطحين كبار ياك. هما كبار. نعم. تفضلي. كنشدو واحد القرعة ديال الكونفيتير كتكون كبيرة. كنديروا فيها الحليب وكنديروا فيها البيضه وكنديروا فيها يعني المقادير كامله والطحين والسنيده وكنبقى نمخضوها مزيان حتى كي تتنسجم مع بعضياتها. كتنسجم مع بعضياتها وكنديروها في واحد الكاسرونه على نار مهيله كنبقاو نحركوا ضروري مع التحراك. تفضلي. هذه الطبقه الثانيه. الطبقة الثانية. نعم.
هادي بقى كنكونوا خرجنا الطبقه الاولى طابت في الفرن. ضروري خصنا نكونوا خرجنا الطبقه الاولى. كنديروا فوقها الطبقه الثانيه حتى كنحسوا بان ولات بحال شي كريمه بحال هكاك، وكنديروها فوق هذيك الطبقه الاولى. الطبقه الثالثه كنشدوا كاس ديال التين ديال عصير الليمون، نعم، وجوج المعالق ديال السنيده، واحد الفلون ضروري خصو يكون الكراميل، كاس ديال عصير البرتقال والسنيده، يعني القياس اللي جوج معالق ديال السنيده، جوج معالق ديال السنيده، واحد الخنيشه ديال ديال الفلون خصو يكون ضروري الكراميل، حيت كتصدق هي الكراميل كتجي لذيذه وتجي احسن. نعم، حتى هي كنخلطو كنديروها فوق العافيه شويه مع كاس ديال العصير حتى تنسجم عادي بحال كنصوبوا الفلون حتى تتقال شويه انا كندير على حسب الطبقه الاولى كندير جوج طبقات بحال دابا تتصوبي جوج كتجي وحده فوق وحده كندير الكريمه من الوسط وعاد كندير الطبقه الثانيه وعاد كندير هاد الطبقه الثالثه ديال يعني الطبقه الثانيه هاد الحليب اللي عندنا هو والبيضه وثلاثه المعالق ديال الطحين الفرس وثلاثه المعالق كبار ديال السنيده، هادي تجي بحال الكريمه كتجي من الوسط كنديروها الوسط وكنغطيو بها عاوتاني من الفوق نعم. اللي كنا غنديروا الطبقه انا غنعوضو فهمتي نعم. ومن بعد دابا من بعد كنخويو داك الفلون فوق كنخويو هذاك كنخويوها حتى كتبقى كندخلوها الثلاجه على حسب يعني كاين شكون كيبغي يدير شوكولات فيرنيسي على حسب كل واحد والعيالات المغربيات راه معروفين مزيان واخا نعاودوا المقادير شوفي معايا واش سجلتهم كاملين باش السيدات كلهم ياخذوا المقادير كامله. عندنا بالنسبه لهاد الكيكه اللي قلتي لنا ثلاثه طبقات، الطبقه الاولى هي ديال الكيك فيها خمسه المعالق كبار ديال عصير البرتقال، خمسه المعالق كبار ديال الزيت، خمسه المعالق كبار ديال السنيده، عندنا واحد الخنيشه وحده ديال لافاني، واحد الخنيشه ديال الخميره ديال الحلوه، جوج بيضات، والدقيق هي وما ترفدات تتبقى شويه خفيفه يعني بقياس الكيكه نعم. كنخلطوا كل العناصر مع بعضياتها كيف العاده بحال الكيك، وكناخذوا ديك المقله الثقيله ديال الرغايف والحرشه كتدهن مزيان، وكنخويو فيها الخليط قلتي لنا اللي كتهز نص كيلو نص كيلو. عندنا طبق كدير رقيقه داكشي علاش نعم تندخلوها الفران، ما خصهاش تجي عاليه بحيث ثلاثه طبقات باش تجي بالجهه هذيك نعم، وكتدخل الفران تطيب في الوقت اللي كتكون كطيب هاد الكيكه في الوقت ديالها العادي بحال الكيكات الاخرين، يعني كتهز ما بين 30 35 دقيقه حتى 40 دقيقه. الطبقه الثانيه فيها نص لتر ديال الحليب، بيضه، ثلاثه المعالق كبار ديال الدقيق الفرس، وثلاثه المعالق كبار ديال السنيده، كنديروهم في واحد القرعه نسدو عليهم ونحركو ناخذوها مزيان مزيان باش كينسجموا مع بعضياتهم، وكنديروها على نار هادئه في الكاسرونه حتى تتعقد كنحسو بها رجعات بحال الكريمه. مع تحرك حتى ضروري ما حركناهاش قدر تلصق وتحرق من في تحرق. نعم ضروري خصو يكون تحرق. كنحسوا بانها ولات كريمه نعم ملي كنخرجوا الطبقه ديك الاولى الكيك اللي عندنا من الفرن كنخويو عليه الطبقه الثانيه ديال هاد الكريمه هادي، وكنخليوها تبرد، وكنحضروا في ذاك الوقت كاس العصير ديال البرتقال، جوج معالق السنيده مع واحد الخنيشه ديال الفلون كاراميل على نار هادئه، كنحضروا الفلون ونخويوه فوق الطبقه اللي عندنا ديال الكريمه ونخليوها حتى تبرد. والله يعطيك الصحه اميمه، شكرا على هاد الوصفتين. كان بدنا ناخذوا الوصفه الثالثه ولكن ما غيمكنش اميمه الكيكه شويه طولها، مره اخرى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله غير واحد التحيه على راسي وعيني تفضلي. لا لا تحيه لكم وتحيه للطاقم التقني اللي معاكم والاخت